معايا على الهاتف الاستاذ الدكتور شاكر ابو المعاطر، رئيس قسم الارصاد الجويه بالمعمل المركزي للمناخ. كل عام وحضرتك طيب يا دكتور شاكر. ازيك يا استاذ سامح؟ كل عام وانت بخير، والساده المستمعين والساده المشاهدين اهلا وسهلا فندم. اهلا بيك يا دكتور. الارصاد بتعلن بيانات كتير وحضراتكم بتتابعوا، احنا عايزين نطمن المزارع او بمعنى ادق نقول له يعمل ايه في الفتره دي، ايه اللي متوقع وحضراتكم رصدتوه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله باذن الله من بدايه من اليوم هتقل حده طاقه الضرب مصر كلها في اليومين اللي فاتت دول، وتبدا ان شاء الله الحراره في الاعدال وتكون في معدلات طبيعيه في نهايه هذا العام. من ان شاء الله من بكره هيبدا الجو يتطلق وما يبقاش فيه الظواهر اللي احنا شفناها دي، امطار على كافه الانحاء. الجو ان شاء الله هيبدا يتظبط معايا خلاص ان شاء الله من الاثنين حتى نهايه الاسبوع، ما يبقاش فيه الامطار الشديده او وصلت لحد السيول على سيناء وثلاث الجبال البحر الاحمر. احنا حضرتك دايما بعد الامطار لنا تصريفات سريعه، اهم حاجه ان انا اصرف الميه بسرعه من حوالي الارض بتاعتي او حوالي جذور النباتات، من حوالي جذور النباتات عشان ما يبقاش عندي عفن ولا اصلا عندي محاصيل زي الضرانيه زي البطاطس او البنجر. سرعه صرف المياه من الارض. عندي حضرتك الامطار كانت مصحوبه بحبات الثلج او البرد، فبالتالي هيبقى عندي جروح في اوراق نباتات او استمار، لازم يكون عندي رش وقائي مباشره ان شاء الله من الغد، خاصه في مناطق اللي هي الوجه البحري والسواحل الشماليه ومناطق الصعيد اللي احنا عندنا امطار غزيره ضربت هذه المناطق، وبالتالي عندي رش وقائي للامراض التقليديه والبكتيريه. حضرتك عندنا هنا كميه الامطار المتساقطه بتعمل صعوبه في امتصاص العناصر الغذائيه من التربه، وبالتالي يجب ان انا انشط النبات ببعض الرشات السريعه على الاوراق بحيث ان هو يستعيد عافيته مره اخرى بسرعه. طيب حضرتك كده طمنتني، لان انا كنت شايف يعني او متوقع ان لسه في ارتفاع او انخفاض في درجات الحراره. لا حضرتك بتقول الجو هيبقى معتدل اكتر، بس المزارع يخلي باله ويصرف الميه، والناس اللي طبعا يعني منتظره بقى ان هي تسمد او يقول لك انا عدت عليا التسميده او انا خايف ان انا ما سمدتش بقى لي فتره، ده يعمل ايه بالظبط؟ هو حسب كميه الامطار اللي نزلت عنده على الارض بالظبط، ان شاء الله لو كميه المياه تكفي لازاله السماد ممكن يرمي السماد على كميه الامطار اللي نزلت فيه، وبالتالي يبقى هو كده وفر على نفسه ريه وتسميده ان شاء الله باذن الله. في بعض المشكلات هتواجهنا فعلا نتيجه هيبقى في صفرار في الاوراق والناس تعاني منه وتقول لك انا عندي صفرار في الاوراق، ده حاجه طبيعيه وان شاء الله النبات يسترد عافيته مجرد ما ندي التوصيل بتاعتنا ونمشي على برنامج التسميد اللي هتوصل بيه حتى في كل المنطقه، النبات هيسترد عافيته مفيش اي مشكله خالص ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. بشكر حضرتك استاذ الدكتور شاكر ابو المعاطي، رئيس قسم الارصاد الجويه بالمعمل المركزي للمناخ، شكرا جزيلا.